السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنراجع على اول درس من دروس التاريخ في الوحدة الثالثة بعنوان شخصيات واحداث من الدولة القديمة. واحنا زي ما احنا عارفين يا ولاد ان عصر الدولة القديمة يعتبر من اذهل العصور، وان عصر الدولة القديمة ده سمي بعصر بناة الاهرامات بسبب كثرة الاهرامات التي بنيت في هذا العصر. وقلت في سؤال مهم جدا هيجي يقولك بما تفسر، وعرفنا يعني ايه يا ولاد كلمة بما تفسر، يعني ليه. تمام. طيب السؤال هيجي ازاي؟ بما تفسر سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات؟ قلت لكم يا أولاد من اسمها بناة الأهرامات، يبقى بسبب ايه؟ كثرة الأهرامات التي بنيت في هذا العصر. معنى كده ان ملوك الدولة القديمة اهتموا ببناء العديد والكثير من الأهرامات الضخمة، علشان كده سموا عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات. بعد كده هنيجي نقول تعتبر الأهرامات دليل على تقدم المصريين في الهندسة والعمارة، وبتدل على التقدم الاقتصادي لمصر في ذلك العصر. قلت لكم ساعتها يا أولاد لو حد فيكم راح زار أهرامات الجيزة الثالثة اللي هو خوف وخفرع ومنكورع، وبصيت كده على شكل الأهرامات هتلاقي ان الأهرامات دي مبنية على شكل هندسي. ايه هو الشكل ده؟ هو شكل المثلث. المصريين القدماء عملوا الهرم على شكل مثلث مظبوط، ولا هو ميل كده ولا كده، فده دليل على تقدم وبراعة المصريين القدماء في الهندسة والعمارة. طيب وايه تاني؟ بتدل على التقدم الاقتصادي لمصر ان احنا كان عندنا عدد كبير جدا من الاحجار الضخمة، وعندنا اماكن كتيرة جدا فيها الاحجار دي. فاحنا عملنا ايه؟ المصريون القدماء استغلوا الاحجار دي وقاموا ببناء العديد والكثير من الاهرامات الضخمة لدفن جثث موتاهم، وده اكبر دليل على التقدم الاقتصادي لمصر. طيب ايه تاني؟ قلنا من ضمن التعريفات المهمة في الدرس ده هو تعريف الهرم، وده من التعريفات السهلة جدا، لان انا قلت لكم ساعتها ايه؟ اتخيل الهرم قدامي وهقول ان الهرم ده عبارة عن بناء ضخم. فعلا هو كبير جدا. طيب بيبنى من ايه؟ بيبنى من الحجر، يبقى هو بناء ضخم من الحجر، يتكون من بعض الحجرات. وقلنا ساعتها يعني ايه الحجرات؟ قلنا يعني غرف. طيب الغرف دي بيبقى موجود فيها ايه يا ميس؟ قلنا يوضع في احداها تابوت الملك. طيب وقلنا يعني ايه كلمة تابوت الملك؟ اللي هي الخشبة اللي كان بيوضع فيها الملك المتوفى. طيب وبقية الحجرات يا ميس بيبقى فيها ايه؟ قلنا الاشياء التي كان المصريون القدماء يعتقدوا ان الملك المتوفى يحتاجها في العالم الاخر. يعني ايه؟ يعني انت لو دخلت جوه الهرم، لان كل هرم فيه فتحة، فانت لو دخلت الهرم من الداخل هتلاقيه عبارة عن مجموعة من الحجرات او الغرف، بيوضع في احداها يعني في حجرة واحدة بس تابوت الملك. طب والحجرات التانية بتبقى فاضية؟ لا، كانوا بيحطوا فيها الاشياء اللي كان بيعتقد ان المصريون القدماء ان الملك المتوفى يحتاجها في العالم الاخر. زي ايه؟ زي الطعام والشراب والادوات اللي كان بيستخدمها. كانوا بيشوفوا الملك المتوفى ده كان بيحب ياكل ايه ويشرب ايه، والادوات اللي كان بيستخدمها، وكانوا بيحطوها معاه في الهرم او في القبر. طيب ليه؟ اعتقادا منهم ان هو بعد لما يتحط في المقبرة هتعود له الروح مرة اخرى، وهيبتدي ان هو يقوم ويصحى وياكل ويشرب ويستخدم الادوات دي. فلما يجي يقول لي ما المقصود بالهرم، هقول له هو بناء ضخم من الحجر يتكون من بعض الحجرات، يوضع في احداها تابوت الملك والاشياء التي كان يعتقد المصريون القدماء ان الملك المتوفى يحتاجها في العالم الاخر. طيب السؤال ممكن يجي لك ازاي في البحث؟ ممكن يقول لك ما المقصود بالهرم، وممكن يجيب لك صورة الهرم مثلا بتاع خوفو او صورة اهرامات الجيزة الثلاثة، ويقول لك اشرح الصورة اللي قدامك. ساعتها انا هقول له ايه؟ هعرف له تعريف الهرم ده برضو. تمام. ولو كان مثلا زي الهرم المدرج، لو جاب لك صورته هقول له ان اللي عمله هو الملك مين؟ زوسر. لو مثلا الهرم الاكبر هقول له الملك خوفو. وهنشوف دلوقتي الاسئلة دي. هنتكلم دلوقتي بقى عن اشهر ملوك الدولة القديمة، واحنا عارفين ان هم اربع ملوك. مين هم؟ زوسر وخوفو وخفرع ومنكورع. اول واحد هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الملك زوسر، وده قام ببناء الهرم المدرج، والذي يعد اول هرم مدرج في التاريخ. وهيجي سؤال مهم جدا في الجزئية دي، هيجي يقولك بما تفسر تسمية الهرم المدرج بهذا الاسم؟ هقوله انه يتكون من ست مصاطب بعضها فوق بعض. قلنا يعني ايه كلمة ست مصاطب؟ يعني ست درجات، زي درجات السلم اللي انت بتطلع عليها. طيب الملك زوسر ده عمل ايه؟ مد حدود البلاد جنوبا الى النوبة. يعني ايه؟ الملك زوسر ده قام بالعديد من الفتوحات والحروب لحد لما وسع بلاده في اتجاه الجنوب، لحد لما وصل الى بلدة النوبة. بعد كده هتكلم عن الملك خوفو، والملك خوفو ده هو صاحب الهرم الاكبر، وعرفنا قبل كده ان الهرم الاكبر ده بيعد احد عجائب الدنيا السبع،
وفي سؤال مهم جدا في الجزئية دي هيجي يقولك بما تفسر يعتبر الهرم الأكبر من عجائب الدنيا السبع؟ هقول بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه، إن فعلا الهرم الأكبر ده كان ضخم جدا في الحجم، كان حجمه كبير جدا، والمصريين القدماء برعوا في تصميمه. يعني إيه؟ عملوه على شكل مثلث مظبوط، ولا هو مايل كده ولا مايل كده، تمام؟ بعد كده هتكلم عن الملك خفرع، والملك خفرع ده اللي انا عايز اعرفه عنه ان هو بنى الهرم الاوسط ونحى تمثال ابو الهول. وقلنا ان تمثال ابو الهول ده وجهه وجه انسان وجسمه جسم اسد، وده بيدل على براعة المصريين في فن النحت. ازاي المصري القديم جاب حجر كبير كده او صخرة كبيرة جدا وقعد بقالة حد ينحت تمثال زي ده؟ فده اكبر دليل على براعة المصري القديم في فن النحت. بعد كده هتكلم عن الملك منقورع، واللي انا عايز اعرفه عن الملك ده ان هو قام ببناء الهرم الازهر. بس الملك منقورع ده عمل ايه يا ولاد؟ قام ببناء الهرم الازهر. دلوقتي هنعرض صور، والصور دي ممكن تجيلك في البحث، فلو جاتلك اي صورة من الصور دي اكتب كل حاجة اعرفها عن الصورة، تمام؟ اول واحد قدامنا ده الملك زوسر. الملك زوسر ده عمل ايه يا ولاد؟ عمل الهرم المدرج، وسميناه ليه كده؟ لانه بيتكون من 6 مساطب بعضها فوق بعض، صح ولا لا؟ طيب وعمل ايه تاني؟ مد حدود البلاد بتاعته الى جنوبا الى النوبة. طيب الهرم ده اسمه ايه؟ اسمه هرم زوسر او الهرم المدرج. فلما يجي صورة زي دي في البحث ويجي يقول لي اوصف الشكل الذي امامك او وضح الشكل الذي امامك، هقول له ده اسمه الهرم زوسر او الهرم المدرج، والذي قام ببنائه هو الملك زوسر، وسمي بالهرم المدرج لانه بيتكون من 6 مساطب بعضها فوق بعض. ده الهرم الاكبر. طيب مين اللي بناه؟ الملك خوفو، وبيعد احد عجائب الدنيا السبع، تمام ولا لا؟ طيب قلنا ليه؟ قلنا بسبب ضخامة حجمه، زي ما انتوا شايفين في الصورة كبير جدا الحجم بتاعه كبير ضخم، بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه. المصريين القدماء عملوه على شكل ايه؟ او الملك خوفو عمله على شكل ايه؟ على شكل مثلث مظبوط، ولا هو مايل كده ولا مايل كده. دي أهرامات الجيزة التلاتة، خوفو وخفرع ومنقورع. قلنا ان الهرم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بناء ضخم، صح ولا لأ؟ طيب مبني من الحجر، بيتكون من بعض الحجرات يوضع في احداها تابوت الملك والاشياء التي كان يعتقد ان المصريون القدماء سوف يحتاجوها في العالم الاخر. بعد كده ده الملك مين؟ ده الملك خفرع، ده اللي عمل الهرم الأوسط وأمر بنحت تمثال أبو الهول، تمام؟ يبقى مين اللي أمر بنحت تمثال أبو الهول يا ولاد؟ ما تلخبطش، مين؟ الملك خفرع. وتمثال أبو الهول ده احنا هنشوفه دلوقتي أهو، الوجه بتاعه وجه إنسان، يعني وشه على شكل إيه؟ شكل إنسان. طب والجسد بتاعه اللي هو جسمه على شكل جسم أسد. وده كان درسنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا رجعتوا معايا المعلومات اللي احنا قلناها النهاردة. ياريت تراجعوه تاني من كتاب سلاح التلميذ وتحلوا عليه، وأي حد يكون قدامه أي سؤال يقول لي وأنا إن شاء الله أرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.